الشرقية المهندس محمد حساس الأستاذ أحمد حساس ومشاركين أيضا آل العراقي جميعا حق أحمد عبد السميع العراقي حق وفدي عبد السميع العراقي السيد الدكتور الصدري محمد عبد العظيم العراقي السيد الدكتور محمد عباس العراقي السيد الدكتور عبد الرحمن محفوظ العراقي حق بدري موسى العراقي عمدة هذه البلد الطيبة استاذ رضا الشحات العراقي السيد الدكتور محمد عبد العظيم العراقي حق سبو متولي إمام حق محمود صالح العراقي وآل العراقي جميعا لقرية شبرهور تمنى بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى مشاركا للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وآل العراقي جميعا في ليلة تكريم المربي الفاضل رحمة الله عليه الأستاذ حسان عبد الشميع العراقي خير تكريم إلى الله الكريم القرآن الكريم حضر معنا من أقطاب الإذاعة المصرية ومن قراء الدرجة الأولى من الإذاعة المصرية وسفير قراء جمهورية مصر العربية نحو العالم الإسلامي أجمع وملك المقامات بجمهورية مصر العربية فضيلة العلم والقطب الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرس أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات الحسنى الاستماع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة موليها. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس
الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا اصبر على رزق استعجل كما أرسلنا فيكم رسولا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك حبيبي. الله يتقبل منك. صلوا على رسول الله. كما زدوا صلوا عليه. صلي وسلم وبارك وسلم على وآله وصحبه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروني أذكركم. فاذكروني واشكروني ولا تكفرون. كما أرسلنا فيكم رسولا. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما Thank you.
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة. حاضر حاضر حاضر. استعينوا بالصبر والصلاة. يا صابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
على الناس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا حاضر يا عم الشيخ صلاح. حاضر حاضر. عافانا الله واياكم، عافانا الله واياكم. ابتلاء. كم كسب؟ فشر. قالوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين ايه مالك؟ دلوقتي؟ وبشر الصابرين الذين إذا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله. آمن الرسول بما أنزل
اللي هي ايه بقى؟ ما اعرفهاش. انا حاول نبتهج. خلاص خلاص يا شيخ احمد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا على النار
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا من رائعة سورة البقرة وقارئ الإذاعة المصرية وسفير قضاء جمهورية مصر العربية نحو العالم الإسلامي أجمع وقارئ رئاسة الجمهورية وملك المقامات بجمهورية مصر العربية دكتور عبد الناصر حرق. تكريما الى الوالد والمربي الفاضل رحمة الله عليه استاذ حسان عبد السميع العراقي برقية عداء من احد تلامذته السيد المستشار طلعت الروبي الذي اتى مشاركا الاسرة الكريمة وآل العراقي جميعا مشاركين المهندس محمد حسان استاذ احمد حسان حج احمد عبد السميع العرائي الحج وفقي عبد السميع العرائي الدكتور صبري معوض عبد العديم العرائي الدكتور محمد عباس العرائي الدكتور عبد الرحمن محفوظ العرائي الحج بكري موسى العرائي عمدة شبرهور وبيت القرم والواجب استاذ رضا الشحات العرائي الدكتور احمد عبد العظيم